الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا على قناة البلاد في فقرة الحدث التي ترافق يعني الحدث في الجزائر. والحدث الأبرز في الجزائر كما هو معلوم وهذا الحراك وهذا التدافع، أملا في الوصول إلى حل يرضي جميع الجزائريين، يخليهم كما يقولوا يصوموا رمضان إن شاء الله يعني مهنيين. إذن أحداث كثيرة وتطورات كثيرة وقعت في الجزائر من الجمعة إلى اليوم الأحد، نحاول أن نناقشها رفقة الأستاذ عيسى بلهادي رئيس حزب أو جبهة الحكم الراشد. مرحبا بك أستاذ بلهادي. أهلا وسهلا بك. ونحب نقول للمشاهد الكريم أنك كذلك أستاذ في القانون الدستوري، مرحبا بك. شكرا جزيلا. الله يسلمك. كما أسعد كذلك باستضافة الأستاذ فريد وازع مساعد الأمين العام لحركة النهضة. فريد مرحبا بك. أهلا وسهلا. أول مرة تحضر معايا. نعم. وفي بلاطو تلفزيون. نعم أول مرة. إن شاء الله تكون موفقة إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ عيسى يعني معتاد على البلاطوهات والمناقشات وغيرها. إذن أستاذ عيسى بلهادي ندخل مباشرة في صلب الموضوع اليوم. أنتم كأحزاب سياسية، مدام اليوم رانا الأحزاب السياسية حاضرة معايا في البلاطو، يعني كيف راكم عايشين مع الحراك؟ هل تعتبروا أنه تجاوزكم الحراك هذا؟ لم يتجاوزكم؟ هل عندكم إسهامات تشوفوا بلي قادرين تقدموا إسهام؟ مش وش هي الحلول المنتظرة والمأمولة اللي تشوفوها أنتم كأحزاب سياسية؟ ولا نبدأ سؤال في ثلث أسئلة، خلينا نقولوا هل تعتبروا أنفسكم أنه الحراك هذا تجاوزكم يعني أو فاجأكم؟ شكرا بارك الله فيك. بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة لكم في قناة البلاد ومن خلالكم مشاهدي برنامج الحدث، وتحية لضيف الحصة سي فريد. بداية، نحن كأحزاب سياسية استبقنا الحراك الشعبي بالحراك السياسي منذ إعلان تأسيسنا ككيانات سياسية جديدة في عام 2012، واستمرينا في نضالتنا إلى يومنا هذا. طبعا كثير من المطالب التي يرفعها الحراك الشعبي مثل الانتقال إلى جمهورية ثانية أو ما يسمى بالجمهورية الجديدة وكثير من الشعارات الأخرى، تكريس إرادة الشعبية، كلها هي في صميم برنامجنا ونضالاتنا. يعني برنامجكم وبرنامج كثير من الأحزاب السياسية. كثير من الأحزاب السياسية. نعم. حتى لا نقول غير إحنا بركة. صحيح صحيح. وانت ما مقصدش هذا. مقصدش حاشا. نعم. لله. الآن هذا الحراك إحنا بالنسبة لنا راهو عبارة عن حلم متحقق الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لأن هذا الحراك في جزء منه يفيد بوجود تراكمات، والضغط دائما يؤدي إلى الانفجار والشارع انفجر، ولكن الحمد لله كان الانفجار سلمي وكان طيبا وكان مباركا على قلوب كل جزائريين الحمد لله. الآن هذا الحراك أنت تشوف فيه يعني تشوف فيه بأنه ظاهرة صحية، ظاهرة صحية ويعطيك أمل أستاذ، ويعطي الأمل إلى إعادة تشكل النظام السياسي ونظام الحكم وحتى الخارطة السياسية داخل الجزائر. بمعنى وهذا أنه يعني من على نقوله سنة أربع شهور ست شهور ممكن جدا كثير من الأمور راح تتغير في الجزائر. أكيد أكيد. الحمد لله الآن يعني بعد 20 سنة من ترأس السيد عبد العزيز بوتفليقة المستقيل لرئاسة الجمهورية إلى جنب القوى ما سمي بالقوى غير الدستورية إلى جنب محيط الرئيس بالسلبيات والإيجابيات، وأركز على السلبيات التي رافقت نظام حكم بوتفليقة طيلة 20 سنة، وهذه السلبيات كانت أحد الأسباب الجوهرية في هذا الحراك. إذن الآن الحراك هذا سيفضي حتما إلى تجسيد الانتقال الديمقراطي. الجزائر عاشت في 89 تحول ديمقراطي من نظام أحادي إلى نظام تعددي، وكان طيبا على الجزائر رغم ما عانيناه من وما اشتريناه من مرارة. معناه أنت تعتبر بأننا راح ننتقل من تحول ديمقراطي الآن سيكون الانتقال ديمقراطي بإذن الله الديمقراطي. يعني من الرئيس السابع إلى رئيس الثامن، من الشرعية الثورية أو ما يسمى فيما بعد بشرعية الأمر الواقع إلى الشرعية الدستورية المستمدة من الشرعية الشعبية. أستاذ عيسى بلهادي فضل. أنت تعي ما تقول، هذا مؤكد، قلت من الشرعية الثورية وفيما بعد الشرعية شرعية الأمر الواقع. أيوة.
إلى أو نحو الشرعية الدستورية المستمدة من الشرعية الشعبية. مفهوم مفهوم، كلامك واضح، أنا كنت فاهم وحبيت فقط تعاود الحمد لله، خاصة المقطع هذاك تاع الشرعي، شرعية الأمر الواقع، معناه شرعية الغاب. هذه شرعية الأمر الواقع رانا نعيشها إلى يومنا هذا. لأن نعطيك مثال في جزء منها، مثلا ما حدث في المجلس الشعبي الوطني، إقالة وعزل الرئيس والكاظمة إلى غير ذلك، وما جاء على لسان أحد رؤساء أحزاب التحالف الرئاسي لما قال الآن رانا أمام شرعية الأمر الواقع. نعم. اثنين، ما معنى شرعية أمر الواقع؟ شرعية أمر الواقع أن الواقع يفرض نفسه عليك، معنى شرعية المتغلب، شرعية من يملك القوة، من يملك السلطة، من يملك المال، من يؤثر في جلب واحتواء الرجال، كل هذه المعطيات هي مؤثرات لتوجه ما. وهل بالضرورة شرعية أمر الواقع هي شرعية مطابقة للقانون، للدستور، للمشروعية، للشرعية، ولا تقدر تكون شرعية خارجة؟ هي في جزء منها مخالفة للدستور ومخالفة لإرادة الشعب. مفهوم مفهوم أستاذ بالهادي. خليني نسمع الأستاذ فريد وازع. نفس الشيء أستاذ فريد، أنتم في حركة النهضة، يعني هل تشوفوا بأنه الحراك هذا، يعني كيف تعاملتوا معاه، تجاوزكم، فاجأكم، يعني الآن راكم تحاولوا تسيروا فيه، كيفاش تشوفوا للحركة هذا، ظاهرة صحية، تشوفوا بأنه أعطاكم أمل من جديد في الفعل السياسي والنضال، أم كيف ترون إلى الحراك؟ يعني أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أجدد تحية الإكبار والإجلال للشعب الجزائري العظيم. نعم. الذي خرج وعبر بأروع الصور على أنه واعي ويقظ. نعم. ومدرك لما يدور حوله، وأنه هو صاحب السيادة الشرعية، هو صاحب السلطة الحقيقية، فعبر بمسيرات ابتداء من 22 فبراير إلى هذه الجمعة الأخيرة، الجمعة الثامنة، على أنه يريد استرجاع حقوقه ومطالبه كاملة غير منقوصة. هل تشوفها فريد الجمعة الأخيرة ولا الأخيرة؟ لا لا، لست الأخيرة، مدام لم تتحقق كل المطالب ليست الأخيرة، ستكون هناك جمعات أخرى بإذن الله. لكن في كل جمعة هناك تطور. نعم. هناك تطور ملحوظ ووعي وإبداع في تحديد المطلب. الجمعة الأخيرة ينادي بقوة في مليونيات في كل الولايات بإقالة واستقالة الرئيس بن صالح، رئيس الدولة بن صالح. نعم. باعتبار أن المطالب غير مكتملة. المرحلة الأولى طبقت المادة 102. نعم. استقال رئيس الجمهورية العز بوتفليقة المغادر لسدة الحكم، يطالب باستكمال المادة 87 كما وعد بيان الجيش. نعم. ويلاحظ أنه تم محاولة التفاف لهذه المطالب من قبل من في السفارات؟ من قبل قوى غير دستورية كما يحسن تسميتها سيد بن فليس، يعني قوى غير دستورية تحاول الالتفاف واللعب على قضية الوقت وملل الشعب، ولكن الشعب هو القوى غير دستورية، ماهيش ماركة مسجلة على الأستاذ حتى لا نسمي الأشخاص فقط، احنا لأن العمل هناك الدستوري وهناك الغير الدستوري. نعم. فالعمل اللي تم غير الدستوري، إقالة رئيس الهيئة المستقلة غير عمل غير دستوري. نعم، هذه معروفة. تأجيل الانتخابات تلك الطريقة غير دستورية. نعم. كل الأعمال التي تمت، كل القرارات من غير دستورية. نعم. فنحن إذن في عمل غير دستوري. نعم. إذن هناك قوى غير دستورية. صحيح. هذا هو. طيب الآن فريد، لك ما جاوبنيش، ثم في حركة نهضة كيف تعاملتوا مع الحراك هذا؟ يعني نعم، حركة نهضة كجزء من، لا يتجزء من هذا الشعب، نحن. نعم. جزء من، وناظرنا من أجل هذا الوضع، من هذا العمل، من أجل استرجاع الشعب لسيادته، واليوم الشعب أراد وقال كلمته، وهذا هو أمل تاعنا. يعني هل تشوفون أنتم بأنه في الأحزاب السياسية تجاوزكم الحراك ولا؟ نعم، والحراك تجاوز كل النخب وكل الفعاليات، كل التنظيمات بما فيها السلطة التي تملك كل أدوات تجاوزها، حتى هي تجاوزها، والآن ترتبك هناك، واضح في ارتباكها أنها لم تستطع أن تتعامل مع الحراك. نعم. والحراك متطور في طلبه، متطور في سلوكه، مسيرات مليونية حضارية، يعني تخيل أنت أكثر من 15 مليون قطرة دم تسيل، يعني صحيح، في حضارة، يعني وكالة الأنباء في العالم تشهد له بذلك. صحيح. إلا مناوشات يوم الجمعة شاذة جدا، يعني شاذة جدا، وشاذة يحفظ ولا يقاس عليه. نعم. أستاذ بالهادي عيسى، اليوم احنا خرجنا من الجمعة الثامنة، الجزائريون انتظروا الأحد، انتظروا السبت، ربما يكون رد فعل من
المؤسسة الوحيدة اللي بقات يعني عندها شرعية وقوية إلى آخره اللي هي مؤسسة الجيش، ولكن لا يوجد أي يعني رد فعل. الشعب خرج يطالب برحيل الباءات الثلاث، معناها في اليومين هذو وكأننا في انسداد. أولا، هل تشوف بأنه توصيف تاعي هذا وتوصيف صحيح؟ وما هي الحلول اللي انت تشوفها للخروج من الأزمة؟ لأنه كل جزائريين يناديوا بالخروج من الأزمة. بارك الله فيك. أولا، أنت والكل يعرف أن الجزائر تعيش في رهانها اليوم، في رهانها اليوم أزمة بعد أزمة فقدان الثقة. نعم. اللي عمرت لأكثر من 50 سنة في علاقة الشعب مع السلطة. نعيش أزمة أخرى وهي أزمة فقدان الحل، أي من يملك الحل ومن بيده الحل. الآن السلطة عاجزة على الحل، بل أكثر من هذا، بإلغاء المسار الانتخابي للانتخابات المزمع تنظيمها يوم 18 أفريل من طرف السيد رئيس الجمهورية بعد سحب ترشحه، هو بحد ذاته إخراجنا من دائرة الحل. اثنين، وذهبوا بنا ودفعوا بنا إلى وجهة غير معلومة المخارج لنبحث عن الحل في غرفات مظلمة إن صح التعبير. إذن ما هو الآن الحل؟ الحل، ولكن أستاذ بالهادي، لكل أزمة حل. حل أكيد هو الحل كاين، حتى أن الشعب الجزائري هناك، سامحني، اللي يقول باللي هناك عادة الحلول السهلة هي أردأ الحلول، وفي بعض الأحيان الحلول الصعبة اللي تحتاج إلى ذكاء وتفكير هي أحسن الحلول. والله كل الحلول متوفرة. نعم. الحل الأول جاوزناه. نعم. بقى الحل الثاني الآن ونحن فترتي. ما هو الحل؟ الحل الأول هو استمر من 18 جانفي إلى 18 أفريل، وهي الفترة استدعاء الناخبة التي دعا إليها الرئيس المستقيل. نعم. وألغى المسار الانتخابي وقتها خارقا للدستور، دون وجود أي مبرر في الدستور ولا في القانون القانوني العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. طيب، والمجلس الدستوري، المجلس الدستوري اللي كنا ننتظر منه على الأقل يكون في مستوى الاحترافية والمهنية في إطار الرقابة على دستورية القوانين، هو أيضا خرق الدستور بجعل هذه الانتخابات بدون موضوع وأمر بحفظ ملفات المترشحين أنذاك. بمعنى أستاذ، كان قادر المجلس الدستوري، سامحني باش نبسطوا اللغة للمشاهد الكريم، أكيد رغم المشاهد ذكي ويفهم، يعني الحمد لله أنا رانا في تمرين دستوري وتمهين دستوري قوي جدا في المرحلة، يعني كان بإمكاني المجلس الدستوري أن يعتبر قرار رئيس بوتفليقة بإلغاء باطل لأنه غير مؤسس دستوري ولا قانوني ولا أثر له. وكنا ننتظر أكثر من هذا، تحرك البرلمان أو المحكمة العليا أو مجلس الدولة والقيام بإخطار للمجلس الدستوري بأن هذا المرسوم غير مؤسس وغير دستوري. هنا يا أستاذ، في البرلمان كانوا قادرين هل 20 نائب يخطروا المجلس الدستوري؟ يخطروا المجلس الدستوري، الدفع بعدم دستورية، الدفع بعدم دستورية هذا المرسوم، وهذا لم يحدث للأسف الشديد. خاصة وأن بعد سحب السيد الرئيس المستقيل سحب ترشحي، المشاركين اللي بقوا، الذين المترشحين الذين أودعوا ملفاتهم. نعم. وبقوا ملفاتهم المجلس الدستوري، ليس فيهم من هو مرشح باسم السلطة. نعم. إذن هذا الحل الأول خرجنا منه، جوزناه. نحكيه على الحل الثاني، البلان بي إن صح التعبير، هو تطبيق المادة 102 وقيام المجلس الدستوري بالتصريح النهائي بشغور منصب رئيس الجمهورية وإحالة الوضع على البرلمان بغرفته الذي اجتمع وجوبا. نعم. وأعلن الشغور، ومن ثم نصب عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، هذا في إطار أحكام ومقتضيات الدستور. طبعا الآن نحن السيد الرئيس بن صالح دعا إلى الهيئة، استدعى الهيئة الناخبة. نعم. ولكن يا سيدي الكريم، تستدعي الهيئة الناخبة لأجل عقد انتخابات رئاسية بتوابل وفي معطيات في سياق ظروف محسوبة على مخلفات نظام بوتفليقة القديم. لأن وجود بن صالح على رأس مجلس الأمة وطيب بالعيز على رأس المجلس الدستوري وبدوي على رأس الحكومة، إنما هو في صميم تخطيط الرئيس السابق المستقيل لهذا اليوم، لمثل هكذا ظروف استثنائية قد يقع فيها لضمان حد أدنى من استمرار الوجود البوتفليقي إن صح التعبير. هنا إذا كان سمحت لي فقط أشير أستاذ،
باش نقسم برك بالتوازن. تفضل معليش. ونعاود نعطيك ما الكلمة. ما في حتى مشكلة. أشفار أنا حبسنا في أنه أنا يعني باش نكمل غير الحل هذا الثاني اللي سأل عليه بوتر. من المفروض أن السيد عبد القادر بن صالح الذي دعا أيضا إلى أن هناك حوار لإنشاء هيئة وطنية مستقلة. أنا نظن الضامن الوحيد الآن إذا بقوا البقات الثلاث بن صالح وبالعيز وبدوي إذا بقوا في مناصبهم على رأس مؤسساتهم، الضامن الوحيد لتحقيق نقل السلطة بما يضمن الانتقال الديمقراطي بما يضمن الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي هو أن تكون هيئة وطنية مستقلة تعنى بتحضير وتنظيم والإشراف على العملية الانتخابية وسحب الاختصاص من دائرة وزارة الداخلية والوزارة الأولى وباقي الوزارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية وإعطائها جملة وتفصيلا لهذه الهيئة هي التي توزع الاستمارات. نعم. وتستقبل الملفات وتفصل في الترشح في صحة الترشحات وتنظر في من يحظى بثقة هذا الشعب. هنا نكون في حد أدنى وتعلن نتائج الانتخابات. لجنة يعني كضامن أقول. نعم. كضامن سنأتي للقضية دي. أستاذ فريد، يعني كيف تشوفوا أنتم الآن في حركة النهضة مخارج هذه الأزمة هذه؟ هل أنتم مع الانتخابات في 4 جويلية ولا مع تأجيلها شوية؟ هل أنتم مع بقاء بن صالح؟ هل أنتم مع قبول ببقاء بن صالح وبدوي وبالعيز وتشكيل لجنة كما قال الأستاذ بالهادي عيسى؟ وش هي وجهة نظر حركة النهضة؟ في الحقيقة الأمين العام وحركة النهضة يعني طريق الأمين العام طرحت في يوم السبت الأمس ورقة طريق يعني مقترح يعني جاد جدا. أولا نحن جزء من هذا الشعب ومطالب الشعب لا بد أن تحقق، والشعب عبر عن مطالبه برحيل البقاءات الثلاثة. بمعنى أنتم في حركة النهضة ابتداء برئيس الدولة. صح، أنتم في حركة النهضة يعني ذهاب بن صالح وبدوي لا نملك إلا الانخراط في مطالب الشعب. لا نملك، نحن ليس هناك مؤسسة شرعية إلا مؤسسة الشعب أو مؤسسة الجيش. مفهوم. الجيش الشعب عبر عن مطالبه ومع الجيش إلى مرافقة هذه المطالب. نعم. وتحقيقها. الشعب اليوم بمسيرة مليونية في كل الولايات بالجمعة ينادي بن صالح بالعبارة بن صالح ديجاج. معنى هذا مطلب واضح يعني بلغة واضحة وشعار واضح. إذن لا يمكن جراء انتخابات رئاسية بهذه القيادة. لا يمكن، لأن الشعب في هذه الحالة سيعتبر استفزاز آخر، سيعتبر استفزاز. أستاذ فريد، هل يفهم من هذا أنكم مع مرحلة انتقالية ولا لا الآلية الانتخابية؟ نواصل لك فقط مبادرة حركة النهضة. لهذا حركة النهضة استجابة لمطالب الشعب لابد من استقالة رئيس الدولة بن صالح، ولكن قبل الاستقالة تكون إجراءات باش ما نخرجوش عن طابع الدستوري. نعم. يجتمع مجلس الأعلى للأمن، فيه رئيس الحكومة، فيه رئيس الدولة معروفة. هؤلاء يحضرون لشخصية وطنية مقبولة. نخرج من هذه الاستفزازات ونحقق مطالب الشعب. هذه الشخصية الوطنية المقبولة هي تتولى هذه المرحلة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية شفافة ونزيهة بحكومة كفاءات لتصريف الأعمال وبهيئة مستقلة كما قال زميلي هذه الانتخابات. تنظم العملية كاملة من بدايتها إلى نهايتها. هذا هو الحل الذي طرح حركة النهضة، نافعا مستجيبا لمطالب الشعب مطمئنا كإجراءات عملية حقيقية. يبقى التخريج القانوني وكيفية هذه سهلة على الخبراء. أستاذ لا والله بارك الله فيك، في نفس السياق ممكن جدا. احنا كانت عندنا مبادرة إلى جانب مجموعة من الأحزاب السياسية الناشئة وسميناها التكتل من أجل الجمهورية الجديدة، وقلنا في الحل الأول هو استكمال المسار الانتخابي، وقلنا هذه المرحلة جاوزناها. الآن ضرورة الاتجاه إلى ترسيد المادة 8 لا سيما الفقرة الأولى والثانية والثالثة منها. نعم. وهذا مطلب الحراك الشعبي على ما أعتقد، لأن حتى المواطن اللي راه يشاهد فينا يفهم أن المادة 7 هي مادة قيمية وتتضمن مبدأ. نعم. يعني السلطة مصدرها الشعب. صحيح. والسيادة من كل الشعب. المادة الإجرائية التي هي تتضمن الآلية تحت تجسيد. نعم. أحكام المادة 7 هي الفقرة الأولى، خاصة أن السلطة التأسيسية ملك للشعب. صحيح. هنا يفهم المواطن بأن السلطة التأسيسية هي السلطة صاحبة الجهة المختصة بوضع دستور وإعلان دولة جديدة أو جمهورية. نعم. جديدة. وإحنا ما راناش في هذه الحالة. رانا ما راناش في هذه الحالة، ولكن رانا قرب منها. رانا قرب منها. طبعاً. يعني في صورة ما إذا، إذا كان تسمح لي الأخ محمد، صدر. في صورة ما إذا مشينا إلى يوم 4
جويليا. نعم. ولا يوجد هناك مترشح. نعم. عن المواطنين ولا مرشح عن السلطة. في ظل ارتفاع صوت الحراك لدى القضاة، شاهدنا البارح. نعم. ان القضاة الان قال لك احنا ما نقدوش نكونوا وما نقبلوش نكونوا شهود زور في العمل الانتخابية وما نمارسوش دورنا في اطار المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، واحتمال التحاق بلديات، والبلديات قال لك احنا ما نصدقوش على الاستمارات والتوقيعات. والمواطنين اللي راح يمنح لك المواطن الناخب يمنح لك التوقيع تاعه هو جزء من الحراك الرافض لهذا المسار، وبالتالي كل المعادلة لا على ما أتصور أنها ستفضي إلى عدم جدوى هذه الهيئة الناخبة، إذ دعا الهيئة الناخبة أقصد الذي دعا إليها السيد بن صالح. الآن إذا وصلنا الرابعة جويليا، يوم 5 جويليا حتما مقضيا على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن تدخل في فرار مؤسساتي غير منصوص عليه في الدستور وغير محل وغير معالج دستوريا. نعم. بما يعني أننا نجد أنفسنا أمام وجوب اجتماع المجلس الأعلى للأمن. نعم. واقتراح قيادة رئاسة جماعية بقيادة أحد الشخصيات الوطنية ذات المصداقية. أستاذ بلهادي، وهل تتوقع أنه يعني وضع الجزائر اليوم يتحمل وصولنا إلى 5 جويليا بدون أي مستجد؟ والله صعب. سمعت قلت كلمة مليحة في بداية التقديم تاعك، حتى إن شاء الله المواطن يطمئن ويصوم رمضان هاني. نعم. على الأقل يتفرغ للعبادة. نعم. الآن على السلطة القائمة برئاسة السيد عبد القادر بن صالح وبمرافقة القائد صالح قائد أركان الجيش الشعبي الوطني أن يدرك هم ومحيط السلطة القائمة أن الوضع راه على صفيح ساخن. نعم. ولا بد من التحرك إيجابيا في اتجاه الاستجابة ولو في الحد الأدنى من مطالب هذا الحراك الشعبي اللي احنا جزء منه. بما يعني أنه إذا مشينا إلى 4 جويليا وما كانش هيئة ناخبة، ما كان مرشح، ما كان ناخب، ما كان منتخب، معناته كان فراغ مؤسساتي، رايحين نمشي إلى رئيس انتقالي، ووجوبا تكون الحكومة في مهب الريح ومعها أيضا البرلمان بغرفته. ولذا اقترحنا في البلان سي، قلنا إذا هذه العملية الانتخابية لم تتوج بلجنة وطنية مستقلة صاحبة اختصاص أصيل تكلف وتعنى وتسند لها جميع مهام تنظيم وتحضير والإشراف على العملية الانتخابية، وينزع هذا الاختصاص من وزارة الداخلية والوزارة الأولى وباقي الوزارات ذات الصلة، هنا رانا نكون أمام نتيجة مجهولة المخارج. إذا وصلنا إلى البلانسي يعني بعد 4 جويلية، ممكن جدا قبل، لأنه إذا استنفذنا 45 يوم من الأولى من استدعاء الهيئة الناخبة، يعني بالك في 15 ماي أو 16 ماي المقبل، وما كان حتى واحد عرض الترشح تاعو، وما كان حتى واحد سحب الاستمارات وصدق على الاستمارات وقعوا المواطنين وعاود أودعها، بمعنى هنا الانتخابات تكون بدون جدوى بدون. نعم. موضوع. إذن هنا نجد أنفسنا حتما مقضيا أمام فراغ مؤسساتي. هنا وين نروحوا؟ نروحوا القيادة الجماعية تحل الحكومة وتقال وجوبا، تستخلف بحكومة وحدة وطنية أو حكومة. نعم. توافق وطني، ومعها أيضا يحل البرلمان بغرفته، ونؤسس لمجلس تأسيسي نسميه مجلس انتقالي، نسميه مؤتمر وطني عام كما في ليبيا أو إلى غير ذلك من الأسماء، المهم هو مضمون وأهداف ومهام هذا المجلس الذي يعنى بثلاث مهام رئيسية. المهمة الأولى هي إعداد وإعلان دستور جديد، وهنا نكون أمام الفقرة الأولى من المادة 8 المتعلقة بالسلطة التأسيسية الأصلية. نعم. اللي يملكها. ولكن ما تشوف أيضا هذه ماهيش بعيدة شوية، احتمال شوية، والله احتمال بعيد، ونتمنى. نعم. أننا ما نوصلوش. نتمنى أني. نعم. صادق أمام ربي وأمام المواطن اللي يسمع فينا. نعم. نتمنى، لأن علاش؟ لأن ما ناش حابين نخرج من القدرة وندخلوا في لابيست. مفهوم. ولأنه في يعني لأنه راح نقول لك هذا مراعاة للمصلحة العليا للبلاد. هناك حلول
أقل. نعم. الأقل وشيوه. الآن المواطن من خلال هذا الحراك يطالب بالباءة الثلاث، برأس الباءة الثلاث عبد القادر بن صالح. هذه حد أدنى أستاذ في تقديرك؟ هذه حد أدنى. مفهوم أستاذ، باش نديره برك فاصل إذا كان سمحت. مدام قلت لي حد أدنى ونعاونوا لي عن الأستاذ فريد، باش نعطيك وقتك تتكلم الأستاذ فريد كما ينبغي. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل النقاش مع ضيوفنا الكرام. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. إذن دون إطالة مع الأستاذ فريد وازع. أستاذ فريد، أنتم في حركة النهضة أو الأستاذ يعني عيسى بالهادي أثار قضية مهمة جدا، وهو احتمال دخولنا في 5 جويلية، دخولنا في معناها ندخلوا في الفراغ. الآن رانا في إطار الدستور، في إطار الحلول الممكنة المتاحة، وعندنا خيارات في الحلول، ولكن إذا دخلنا في 5 جويلية راح ما تكونش عندنا خيارات كبيرة، سنكون أمام أمر واقع حقيقي، معناه راحين ننقضوا ما غزلناه منذ 62 كالتي نقضت غزلها بعد قوة انكفى. أنتم في حركة النهضة، هل مع تأجيل الانتخابات ولا الانتخابات في وقتها في 4 جويلية، ولا مع مرحلة انتقالية دفع شوية وتأجيل الانتخابات إلى يعني سبتمبر. شهرين 3 شهور مثلا. وفي الحقيقة احنا متخوفين على طول مدة حالة الارتباك وحالة الحراك هذا. بدأ بين الحراك هذا عبر عن مطالبه، ومدأ بين السلطة تحقق المطالب في أقرب وقت ممكن وسهل، يعني بقدر ما هو صعب بقدر ما هو سهل. يعني هل يخيفكم طول يعني مدة الحراك؟ يخيف طول هذا؟ لأنه هناك متطلبات يعني للدولة لازم تقوم بها، من طولها معناها تدخل عوامل غير متحكم فيها، ممكن غير متحكم فيها. الحمد لله اليوم الشعب والجيش متحدين، نعم، متفقين على المصلحة العليا للبلد، الأمن والسلمية والحضارية حتى تحقق. هذه رحمة كبيرة يغبطنا عليها كل دول العالم يعني. ولكن نخاف من طول المدة، ولهذا نحن نرفض المدة الانتقالية، مرحلة انتقالية نرفضها، لأن تؤسس مؤسسة انتقالية لا تملك شرعية حقيقية، دخلنا في متاهات وقد جربت. نحن نطالب بانتخابات رئاسية لا تتعدى 6 أشهر، هذه المدة كافية بتحضير الشخصية الوطنية المقبولة، تحضير الآلية الكفيلة بانتخابات رئاسية نزيهة وشفافة، تخرج لنا رئيسا شرعيا يقبله الجميع، نخرج من هذا اللاشرعية. أما الدخول في مرحلة ما يسمى بالحالة الاستثنائية، وحذر منه بيان الجيش، قال هناك جهة تدفع إلى الحالة الاستثنائية، نحن نرفضها كذلك في حركة نهضة أن نمشي للحالة الاستثنائية، نريد نبقى في حالة الدولة. وش فهمتوا أنتم من الحالة الاستثنائية؟ هل هو تدخل الجيش مباشرة واستلام زمام الأمور، وهذا أمر غير محمود عقباه يعني. نحن نبقى في إطار المدني، والأمر ما زال فيه متسع قليل جدا يعني، فيه متسع، والحراك واضح في مطالبه، والجيش مستعد لتحقيق مادة 7 و8، وهذا عبره بوضوح في بيانه. إذن لم يبقى إلا التنفيذ، يبقى استقالة بن صالح وانتهى الأمر يعني. أن نحن في حركة نهضة اقترحنا طريقة تقدر تكون محل نقاش يعني، ماشي نعم. قرآن يتواصل الجيش مع الحراك ومع المجتمع المدني مع المعارضة، هذا غير مستبعد وغير قادر. هذا المجموعة بهذه الأطياف الأربعة قادر على اختيار شخصية وطنية مقبولة، وذهب رموز المرحلة السابقة يعني. نحن نريد جمهورية جديدة بوجوه جديدة وليست قادمة، هذا كان مطلب سهل يعني، غير صعب يعني. أنتم أستاذ، أنتم في زوج تمثلوا أحزاب، نعم، قضية الحوار هذه وممثلين الحراك والحديث باسم الحراك، من يحاور من يمثل من، ما عقدتكمش هكذا؟ هي ليست بالسهل المطلوب يعني، ولكنها ممكنة، لأن النقابات واضحة، النقابات الممثلة وللنقابات الجمعيات الكبيرة واضحة ومعروفة في الساحة، المعارضة معروفة بالساحة، رموز النظام معروفين، رموز النظام الفاسدين معروفين، والشعب يعرفهم واحد بواحد يعني. يعني ما تقدرش تكلخ لهذا الشعب، واضحة يعني، كثير من الوضوح متجلي الآن في الحراك، متجلي في من مع الحراك، من
ضد الحراك يبقى كرموز يعني في الاخير حنختاروا شخصيه واحده ماشي 100 كرئيس جمهوريه احنا نختاروا رئيس حكومه واحد ماشي 100 هذا يقدر يكون فيه توافق لكن قبل الوصول الى هذه استاذ يعني قبل الوصول الى اختيار رئيس جمهوريه واحد ولا يعني هذا اما يخرج من الصندوق او لا هناك فرق بين الجمهوريه قبل الانتخابات وبعد الانتخابات ليقود الحراك شخصيه وطنيه مقبوله يعني شروطه غير معقده مثل زروال مثلا بحكم التجربه السابقه وعنده قبول في الشعب يقدر يقود مرحله كضامن فقط للوصول الى الانتخابات شفافه بعدها الشعب يقول كلمته عبر الصندوق يمكن حتى واحد يكون وصي عليه احنا هذه المرحله تاع 6 شهور يقدر يقودها شخصيه مقبوله يعني ما شروطها غير معقده يعني وغير نعم هذه استاذ بلادي تشوف اليوم بانه انتم في جبهه الحكم الراشد يعني كاينه شخصيات هكذا في الجزائر تحظى لانه الاجماع في النهايه ما راحش نستعمل واحد العبارة هكذا اللي ربما الإجماع المطلق غير موجود يعني ولكن عموم الشعب الجزائري قد يقبل شخصية أو اثنين أو ثلاثة يعني هو الشعب في جزء كبير منه من الحراك هذا إلى جانب كثير من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى غير ذلك كانوا من الشخصيات المقترحة مثلا اليمين زروال أحمد بن بيتور كاين أسماء طالب الإبراهيمي وكلها أسماء ترقى إلى احترام الشعب على ما أعتقد ولا نختلف في هذا المسألة طالما أن دور هذه الشخصية في أن يكون أداة لجمع والحفاظ على وحدة الجزائريين ويكون أداة أيضا يعني لنقل على نفس المسافة من كل الناس تأمين نقل السلطة في الجزائر وتأمين نقل الجزائريين بروحهم من وضع اللا استقرار ووضع الخوف والتوتر إلى وضع الطمأنينة والسكينة هذا يعني تركيز هل أستاذ بلادي أنت تحبذ هذا الأمر ولا والله إحنا ما زال ما وصلناش المرحلة هذه إحنا الآن في مرحلة الباءات الثلاث والانتخابات التي دعا إليها بن صالح حتى نكون مرحليين ودائما طيب احنا من الذين استاذ بلادي انت مع تأسيس لجنة اللي تشرف على الانتخابات وتعلن عليها الى اخره لكن هل تشوف باللي 4 جويلية يعني يكفينا الوقت من ما إذا كان أو إذا بالعكس يعني ضرورة تأجيلها إذا كان اعتمدنا لجنة وطنية في أقرب فرصة وتكون اللجنة هذه تراعي معايير تكوين وعضوية هذه اللجنة من الأحزاب مؤسسات المجتمع المدني بعض الشخصيات الوطنية من الإعلام من الحراك إلى غير ذلك وتكون اللجنة هذه سيدة في قراراتها وفي خياراتها وفي أعمالها بعيدا عن تدخل وتأثير وزارة الداخلية والوزارة الأولى أنا نظن باللي ستكون انتخابات رئاسية في ولو في حد أدنى منها ذات مصداقية طيب يبقى الآن يبقى وقتها العيب على رجالنا في حسن اختيارهم وفي حسن تمثيلهم طيب هل ما تشوفش بأنه هناك عامل نفسي أستاذ بلهاد اليوم دخلنا في واحد المرحلة تاع عدم قبول بن صالح وبدوي وبالعيس الناحية النفسية الشعب لن يقبل يعني أنا أسأل لا أجزم أنت لا تجزم ونحن كلنا في نفس إذا بقاء القاعدة المنطق الرياضي وش يقول لك بقاء نفس الأسباب يؤدي حتما إلى نفس النتائج بقاء بن صالح وبالعيز وبدوي كواجهة للسلطة السياسية القائمة في الجزائر هو بقاء لنفس الواقع رغم التغييرات والتحسينات يعني في تقدير راح يشارك لأن شوف خويا محمد المسألة مرتبطة بالثقة والمصداقية أساسا الآن الشعب الجزائري فقد ثقته ومصداقية هذه المؤسسات سقطت من عين الشعب الجزائري ما عاد يثق الشعب في حتى واحد وما عاد صعب جدا أنك تقنع الحراك الشعبي بشخصية إلا إذا كان مانيش عارف ربي سبحانه وتعالى ألهم هذا الشعب وألهم هذه الشخصية إذن الحل قبل أن نصل إلى 4 جويل على القائمين على السلطة السيد عبد القادر بن صالح بصفته رئيس للدولة والسيد قايد صالح بصفته رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي هذه المؤسسة التي نحسبها من صلب هذا الشعب المرافقة بتأمين هذا الانتقال حتى نصل إلى المرسى المنشود وين الجزائر تكون في منأى عن أي مناورة وعن أي استفزاز أو أي تدخل أجنبي توقع أنه بن صالح يستقيل في الأيام القليلة المقبلة ولا والله إذا, 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 إذا الحراك الشعبي هو متزايد ومستمر
للأسف الشديد سجلنا على الهامش في الجمعة الثامنة وجود بعض المنزلقات نحو اللامن مما في العاصمة فقط، ولكن في العاصمة فقط. ومستت العشية للفوق والأمور هنا تبقى بين قوسين. نعم. بين قوسين لأن الحراك الحراك نادى الحراك والله شوف لو نقصد الحراك نهى عن التظاهر في الليل، نهى عن التظاهر ولا استعمل عبارة نهى. حذر شوف حضرنا تقريبا كل المسيرات وكل الجمعات والله هي هبة ربانية. نعم. أنا قد ما حللت قد ما طلعت قد ما هبط لقيت الحراك هذا بفعل فاعل، وشكون هذا الفاعل؟ هو الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله الله بالغ أمره، وإن شاء الله الحراك هذا يؤتي أكله إن شاء الله للجزائريين والجزائريات داخل الوطن وخارج الوطن. نعم. الشيء الجميل في هذا الحراك هو أنه الآن الشعب الجزائري بان في صورة نضج ديمقراطي، وعي سياسي، وتميز أخلاقي بامتياز. نشوفوا السترات الصفراء في فرنسا وما آل إليه الوضع هناك، ونشوفوا ونقارنوها بجمعة من الجمعات، يعني هذا فضل من الله. أيضا التكوين والتركيبة انت هذا الحراك، يعني كل فئات المجتمع والشعب الجزائري وأفراد الشعب الجزائري، الشيخ، العجوز، الكبير، الصغير، المريض، المهبول، العاقل، الشاب، كل فئات المجتمع الجزائري موجودة. احنا عشنا تجارب بعد الاستقلال، الشعب الجزائري خرج في هبة عن بكرة أبيه، في هبة شعبية في التحول الديمقراطي 89 90 91 إلى غير ذلك، في حزب من الأحزاب اللي قدر بلك يستنهض ولو جزء كبير من هذا الشعب، ولكن أن يخرج كل الشعب والشعب برمته هذا ما شهدته إلا في الحراك، ولا أظن أن هناك من يناقضني القول والرأي. صحيح صحيح. أستاذ فريد، هل تشوف بأنه أنتم في حركة النهضة بن صالح ولا بالعيز ولا بدوي، خاصة مع ما حدث أمس في بشار وربما في ولايات أخرى، راح يعني راح يثبتوا أكثر من أسبوع أو يعني في المستقبل، ولا يقدروا يعلنوا استقالتهم في أي وقت؟ والله أخلاقيا أخلاقيا يعني إذا كان هادو يرون أنفسهم من الشعب ويمثلون هذا الشعب كما يدعون أن يستجيبوا لمطالب الشعب، يعني في تبسة المحتجون رفضوا ترك مغادرة الوزير من المطار، في بشار احتجوا بقوة على على رئيس على الوزيرين، وزير البلد المائية مع وزير السكن وزير الداخلية. فإذا الرسالة واضحة عمليا، يعني حاول ورسل الوزراء، وظن الوزراء لن يستجيبوا المرة القادمة، يعني لأنه سوف يتجنبون الحرج الكبير ويصور على وسائل الإعلام. فيفترض أخلاقيا الاستقالة الفورية، يعني بن صالح، بالعيز، وبدوي مطالب الشارع، باءات ثلاث وهناك يقول باءات أربع يعني بإضافة إلى أبو شارب، يعني واضح المطلب عليهم أن يستقيلوا. إذن أظن أنه في الأيام القليلة القادمة سيستقيل هذا الثلاثي، بالنظر إلى خطورة الوضع، وبالنظر إلى أنه كما سجل الأمس شذوذ في الانزلاق، لكن معاذ الله نخاف أن يتوسع الانزلاق، لأن هناك أطراف تتربص ولا تريد الخير للجزائر سواء داخلية أو خارجية، كما أشار إلى كذلك حتى بين الجيش. فنحن نحبذ أن نستجيب ونرجع للعقل والضمير ونحقق مطالب الشعب ونخرج من هذه الفترة. وقلنا اختيار شخصية وطنية مقبولة ليس بالأمر الصعب. نعم. شكرا. كيف احنا وضحنا الاختيار؟ لا وضحنا طريقة، هو ان يتواصل الجيش مع الحراك، مع المجتمع المدني، مع المعارضة، مش شرط في دقيقة وفي يوم وفي يومين، يعني أسبوع كافي، أسبوعين، لما الشعب يحس باللي هناك مبادرة جادة مطمئنة يعطيك الوقت. ليش ماشي انتوما كأحزاب سياسية الكلام؟ نعم نحن بادرنا. لا بادرنا. ليش ماشي انتوما كأحزاب سياسية تقدموا مبادرة والجيش يباركها، أو يعني الشعب ينخرط فيها؟ أحزاب في البداية لا نملك إلا أن ننخرط في مطالب الشعب. ولكن هل سمح لي نواصل فكرة فقط؟ تفضل. سيرنا وخرجنا في المسيرات كلها تعبيرا عن موافقتنا ومساندنا، بل هي من مطالبنا، من مطالبنا الأولى، يعني الشعب خرج في فيفري كموافقة لمطالبنا كذلك، يعني نحن جزء من هذا الشعب. يبقى المبادرات، احنا بادرنا على مستوى المعارضة التي سميت بفعالية قوى التغيير لحماية حراك الشعب،
وعندنا اتصالات مع الأحزاب، عندنا اتصالات مع شخصيات وطنية، نحاول أن نبلور المبادرة التي تحصل على الإجماع. وهل وصل هذا؟ لا نستطيع، لا 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 أجزم أنه وصلت، ولكن هناك يعني بعض الثمرات. حسب اللي هناك تقارب في الطرح، أو مثلا أستاذ بالهادي ما تلقيناش من قبل، لكن هناك طرح متقارب. نعم. كلنا نريد الخروج إلى شخصيات وطنية، نريد إلى تحقيق مطالب الشعب، كلنا نستعجل الخروج من هذه الأوضاع، الوضعية الغير مستقرة، الوضعية الغير دستورية. هناك اتفاق يعني يبقى تسمية الأشخاص ما نقدرش نسميها لك، لأنه أنا لست أنا الشعب ولست أنا الجزائر. نعم. أنا جزء من هذا الشعب وجزء من هذا الحراك. أستاذ بالهادي، يليق الشعب، بارك الله فيك. أنا مسألة مهمة، أبك النظام الحالي السابق يعني أسس لهذا الوضع، أسس للفراغ، يعني أسس لهذا الوضع، قضى على جسور التواصل وجسور الثقة وجسور المصداقية بين المؤسسات السياسية وبين هذا الشعب، لأن الشعب كما قلت ما عاد يثق لا في المعلم ولا في الأستاذ ولا في الطبيب. المؤسسة الحزبية أصبحت في وضع لا تحسد عليه. نكون صريح معك، احنا رانا ضحايا نتاع منظومة حكم لأكثر من 20 سنة أو أكثر من 20 سنة حتى لا أبالغ. إذن أنت لما تقضي على جسور التواصل والعبور، الآن هاي السلطة روح مع الشعب حلها. البارح بالأمس كنت الأحزاب هذه تضعها في قفص الاتهام، البرلمان والنائب البرلماني خرجته من المهام انتهى ودخلته القفص الاتهام، الإعلام دخلته في قفص الاتهام، القضاء دخلته قفص الاتهام، الجامعة، كل المسجد، كل المنابر، كل المؤسسات، كل الدور أدخلتهم وقصيت الجسور تاع التواصل العبور. الآن لمن هذا الحراك؟ من المفروض احنا كأحزاب سياسية عندنا ولو في حد أدنى من مهامنا عندنا القدرة على تأطير مطالب هذا الحراك ورفعها ومناقشتها ومعالجتها وتصفيفها، ونديه ما هو قابل اليوم للمعالجة والحل، ونرجي لما هو لم أو ليس أو من تعذر علينا حله اليوم للغد وبعد غد إلى غير ذلك. نشوفوا الحراك راه قاعد يتزايد شعبيا. نعم. وقاعد يرفع في السقف في كل جمعة. ولكن أستاذ، هل السقف تاع الحراك اليوم راه في حده الأدنى أستاذ فريد، ولا أستاذ بالهادي، ولا تشوفوا بأنه راه الآن في تصاعد وتصعيد؟ الحراك راه بدأ بالعهدة، برفض العهدة الخامسة. نعم. إلى رفض رموز النظام. نعم. إلى محاربة الفساد، إلى لا تمديد ولا تأجيل. ولكن هل هذا حد أدنى ولا بعد وصل للباءات الثلاث؟ نعم. وهو زيد للرابعة. نعم. الباء الرابعة والجمعة الأخرى ممكن جدا لا قايد صالح ولا بن صالح ولا كذا، وهذه هي مشات في الفيسبوك، ياسي بن صالح راك رايح راح يدي معك ولا إلى للأسف الشديد احنا راح نكون أمام شبح نتاع فراغ مؤسساتي للأسف الشديد. والجزائر هذه يا جماعة باش على الأقل نكون واضحين، وهذه للتاريخ ولا أخشى في الحق لومة لائم، الجزائر في كثير من مؤسساتها وإداراتها. نعم. ومرافقها كاين ناس فيهم الخير من أبناء هذا الشعب. نعم. وبالتالي ما لازمش نديو المحرم مع المجرم. نعم. ليبيا وقعوا في فخ لما مشاو إلى المطالبة بقانون العزل، أي كل من اشتبه. ولكن أستاذ، القضية هذه تعليق الآن تكلمت عليها اليوم، قضية يعني ذهاب مثلا بن صالح وقايد صالح، تشوفها باللي لافتات شاذة، لأنه في النهاية لا يستهدف بن صالح كبن صالح. هو شوف، من يقول بأنه أو قايد صالح، هناك من يقول بالاستهداف لمؤسسة الجيش، استهداف حتى البيان تاع الجيش تكلم عن هذه المسألة، لكن عموم اللافتات ما اختلفناش، يقولوا بأنه الجيش يد في اليد، خاوة وغيرها. نوضح إذا كان سمحت لي برك، مؤسسة الجيش الوطني الشعبي تاج فوق رؤوس كل الجزائريين، حبينا ولا كرهنا، وداخلة في عقيدتنا الوطنية إن صح التعبير، لأنه جيش شعبي وطني، لأنه كيولي المطرق فوق الراس ماكش انت وانا اللي يكون نعري على صدري يكون في مواجهة، يكون هذاك اللي راه مرابط على حدود الجزائر. صحيح. لنوجه لهم تحية تقدير واحترام، وكل الأسلاك الأمنية المشتركة اللي رافقت هذا الحراك وأمناته رغم بعض الانزلاقات اللي خارجة على إرادة وعلى أجندة هذا الحراك. إذن أنا خليني أوضح مسألة، أغلب هذه الشعارات فيها من هي الشعارات متسوسة باسم الحراك،
الحراك رفع شعارات نبيلة وراقية واضحة. أستاذ فريد، نفس الشيء في قضية الشعارات هذه، هل تخيفكم في بعض الأحيان؟ والله يا شعارات أنا مشيت في المسيرة كلها، نعم. كل الشعارات محترمة يعني، نعم. إلا نادرة معزولة ما ليس لها تأثير ولا تعبر عن الحراك يعني. أكيد الشعب تاعنا يعني يقدر يكون فيه مندسين يعني، يقدر يكون الناس متهورون عندهم أجندة خاصة، طبيعي هذا غير. ولكن 20 مليون متظاهر، 15 مليون متظاهر بصور تتنقلها كل وكالة الأنباء، لا ترى شعارات إلا شعارات الوحدة وشعارات الجيش خوا خوا والشعب والجيش خوا. أنا نقول كلمة مهمة، لم تبقى في الجزائر والحمد لله إلا مؤسسة الجيش ومؤسسة الشعب، وهما متفقتان متحدتان مترافقتان. ولهذا بقيت قضية وقت فقط، قضية وقت وقضية تفعيل هذه المطالب، كيفاش ننزلوها ونسقطوها في أرض الواقع ونختار الحل الأنسب ونخرج في أقرب وقت من هذه الوضعية إلى انتخابات نزيهة وشفافة نختار فيها رئيس الجمهورية، نعود للسكة. هذا هو فقط المطلوب يعني، واضح المطالب. المسيرات في كل مرة تتطور يعني، نعم. كانت في البداية رفض العهد الخامسة، ثم رفض التمديد يعني وضوح وذكاء وقوة في التعبير، نعم. ثم رفض لكل ما نجمع عن ترسيم ما قال بوتفليقة. يعني أستاذ فريد، شوفوا أنتم في حركة نهضة بأنه مطالب الحراك يعني مقبولة، رأي في حد رأي طبيعية ومقبولة ومنطقية ومتناسبة مع سيادته، لأنه يريد تغيير كل رموز النظام السابق يعني. بن صالح أحد رموزه، بدوي أحد رموزه، وزير داخلية شهد على انتخابات سابقة يعني. بالعيز بالمناسبة تولى العهدة الثانية وغير دستورية، عنده حق عهدة واحدة فقط. صح. يعني واضح المشاكل واضحة، المطالب ما علينا إلى تجسيدها. ولهذا نحن نطالب في المرة الألف الجيش أن يرافق العملية ولا يكون التدخل مباشرة، حتى لا يتهم بأنه خرق الدستور وخرج عن مهام الجيش. نطالب بمرافقة العملية بفتح حوار جاد بين الحراك ومجتمع المدني والمعارضة من أجل إيجاد شخصية وطنية مقبولة تتولى هذه المرحلة في أقرب وقت ممكن، ولا نطيلها أكثر، لأن هناك قد تدخل ما لا يحمد عقبه. نخرج إلى حكومة كفاءات يعني، يجتمع مجلس الأمن باش نديروا الإجراءات شوية يعني، باش ما نهضروش الفراغ والعموميات. يجتمع مجلس الأمن يختار شخصية وطنية، هذا إجراء دستوري، نعم. ما قلنا ليش روح وخليها فارغة. يجتمع يديروا إجراء دستوري يعينوا شخصية وطنية مقبولة، هذه الشخصية الوطنية تعين كفاءات لأن تستقيل، هذه خلاقيا بدوي يستقيل. معناها الرئيس المختار هذا يقدر يعين، وما عندوش الحق يقيل، لكن يقدر يعين، يقدر يحدد كذلك لجنة وطنية لتنظيم الانتخابات، أقول لتنظيم يعني الإشراف وكلش يعني. هذا سمحت لي نصحح لك، دستوريا السيد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح المعين لا يقدر يعين ولا يقدر يقيل ولا أخلاقيا، ولا يقدر ولا يستطيع حتى أن ينشئ لجنة. لا يقدر إذا كان عنده إذا كان سمحت لي بكل أخوة ومحبة حتى المواطن يفهم. لا أنا قلت رئيس الدولة، قانون رئيس الدولة ما عندوش الحق، نعم هذا معروف، ولكن عنده الآن 90 يوم، عنده 90 يوم ينظم فيها الانتخابات الرئاسية ويسلم المفاتيح تاع المرادية ودوري بالخير. لكن أين تضع مطلب الشعب يطالب بإقالته؟ أين تضع هذا المطلب؟ إذا اتبعت هذا المنطق معناها سيواصل بن صالح، معناها الشعب تقول له ما عندكش الحق، هذا غير معقول يا أستاذ بن هادي. مع احترامي لك، بارك الله فيك، مع احترامي. شوف الشعب وضع عبر هذه المرة بمطلب واضح في كل الولايات. هو الأستاذ بن هادي كذلك من ناحية القانونية، نعم أنا فاهم، ذهاب الباءات الثلاث يعني، ولكن ما قالش ما بعد هذا يعني. كيف كيف انت قلت لي لا يملك حق التعيين الاستاذ بالهادي، وكان يتكلم على الرئيس المقبل بعد استقالته. بارك الله فيك، كان يتكلم على هذا. كان عندنا كحل دستوري نقدروا الشيء اللي راح نوصله يوم 4 لا قدر الله، ونكونوا في حالة قبل رمضان، نقدروا حتى قبل رمضان إن شاء الله لو يديروا براينا وراي هذا الحرق قبل رمضان. سيفا قالوا شيء، رأي يجتمع المجلس الأعلى للأمن، نعم، يتفقوا على شخصية وطنية أو على شخصيات وطنية، نعم. في قيادة ثلاثية أو خماسية، نعم. لا هذه تجربة جربت. شوف اسمح لي، مجلس الأعلى الدولة جرب. أستاذ خلي يتكلم لأنه أنا قضية زوج ثلاثة خمسة واحد ديطاي، هذا بارك الله فيك، ديطاي معليش، هذا تفصيل محل نقاش معليش، هذا تفصيل. الشخصية وطنية
بمصادقة مجلس أعلى للأمن. للأمن. ومجلس أعلى الأمن راه هو من مخلفات نظام بوتفليقة السابق، لازم يراعي في اعتباره أنه لازم يتواضع ويتنازل أخلاقيا بمطالب هذا الحراك، نعم. ويمشي فار بعث الطمأنينة والسكينة وإعادة الاعتبار المصداقية العلاقات. هذه نفس خالد حركة بعدها هذا هذا الرئيس الانتقالي بارك الله إن شاء الله يكون فار خير، يحل الحكومة يحل الحكومة يدير حكومة توافق وطني. هذا هو الطرح تاعنا، هذا هو طرح حركة النهضة تحت إشراف هذا الرئيس وبمرافقة مؤسسة الجيش وباقي مؤسسات الدولة الأخرى، نمشيو إلى انتخابات رئاسية. وما ننساوش راهو الرئيس المستقيل راهو خلانا المعادلة وفيها فخ، نعم، بعد مفخخة أن بعد أن ألغى سحب ترشحه وهذا من حقه، ألغى المسار الانتخابي ليس من حقه، وأيضا حل الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وهي دستورية ومنصوص عليها وعين حكومة 193 و194 وعين حكومة. لا تعيين تاع الحكومة من حقه قبل لا 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 في فترة ثلاث شهور ما عندوش الحق. لا كان تسمح لي أنا حتى لا نبخس الناس أشياءهم، نحكي معك دستوريا وسياسيا. أنا في فترة الرئيس ترشحه ما عندوش الحق يعين إلى غاية سامحني إلى غاية إعلان تثبيت الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية. نعم صح هذه ضيوفك. نختصر في كلمة فقط، كلمة أخيرة سأعتبرها كلمة أخيرة، تفضل أعطيها له. لا بارك الله فيك معليش أعطيني كلمة أخيرة. أنا كلمة الأخيرة وش هو؟ يجتمع الحل ماذا بنا مدام أمام تراجع واستقالة الرأي العام والحراك الشعبي والمواطن الجزائري من هذه الانتخابات وعدم الاستجابة للاستدعاء الهيئة الناخبة، رئيس الدولة يطلب اجتماع المجلس أعلى الأمن ويعينون شخصية وطنية في قيادة جماعية ثلاثية خمسية مية مناش، يحلوا الحكومة ويستخلفوها بحكومة توافق وطني وينصبوا لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات ويخلينا نمشي في أقرب فرصة إلى انتخابات رئاسية كما نصت على ذلك المادة الثامنة اللي طالب بها الحراك الشعبي في فقرتها وش الفقرة 2 و3 منها، واللي حب يتأكد يقرأ نص المادة. أستاذ فريد، والله أنا أمنيتي أن لا تطول هذه المدة الانتقالية ويستجيب أولي الأمر من القائمين على السلطة لتنفيذ مطالب الشعب والقيام بإجراءات طمأنة حتى نأمن شعبا وبلدا وجيشا وحكومة من كل التربصات الداخلية والخارجية، ونخرج إلى بر الأمان بانتخابات رئاسية شفافة يخرج منها رجل رئيس محترم يقبله الجميع وهو تكل إليه مهام الجميع ولو عرضه البعض ولو عرضه ليقبله الجميع أنا لمدام الصندوق هو الذي أفرزه. هذه أمنيتنا وفي خارطة الطريق اللي وضعتها حركتنا في شكلها العام، يعني التفاصيل تبقى خاضعة للنقاش. بارك الله فيك أستاذ فريد وازع. نذكر المشاهد الكريم أنت مساعد الأمين العام لحركة النهضة الأستاذ يزيد بن عيشة اللي نحييه من هذا المنبر، والأستاذ عيسى بالهادي رئيس جبهة الحكم الراشد شكرا لك كذلك. شكرا. ونذكر المشاهد أنك أستاذ القانون الدستوري. مشاهدينا الكرام نشكركم كذلك على استضافتكم لنا في هذه الأمسية في بيوتكم، موعدنا إن شاء الله فرص أخرى. إلى ذلك الحين نقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.